اولا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الترسيم السوق هذا جاء بعد معاناة تاع الغاشي كامل اللي راهم يخدموا فيه، لوحوا فيهم من بلاصه لبلاصه، يغيروا فيهم من بلاصه لبلاصه. جاوا هنا لهذه المنطقه كانت وسخ وسخ ولا لا؟ وتكلفت من الطرف مجموعه من هذه الناس كامله، تقريبا راها كاينه في البلديه 77 بطاقة تعريف نسخة منها، شكوات من هذا ومن هذا ومن ذاك ومن ذاك ومن ذاك. وكانت عندنا جمعيات، قالوا كانت عندنا جمعية تمثلنا، كانش كاع، ما شفناش منها راس ورقة كما يقول لك بويات كبيرة، ما كاين والو. كان السوق خارب، كلهم يزعقوا فينا من بلاصة لبلاصة، مشامي جمع الراس، مشامي لكذا. والجماعة اللي كان يدعوا باللي راهم هما تاع الجمعية تاع البرنوس والقشبية ضاربين النحو ما ناهبينها، شهود الناس كامله. شهود الناس كامله، دوك اللي حبيت نجملهم. الناس اللي راهم عدي ومركيين وعد رئيس البلديه كلش. ونساوين العوايل اللي يجي يبيعوا. بعد ما وقع التحويل الاسواق والامور هذه قررنا حنايا الناس كامله اللي تخدم في هذا القشاشين، وكلفوني قالوا لي لازم نجروا معاك ورانا يد مع بعضنا بعض ونرسموا الصوت. قلت لهم بسم الله، تبعتهم واحد واحد. وكلش حتى من عندهم النكاو كان. ورحنا طلعنا مع واحد ولا اثنين مع جماعه، حنا رئيس البلديه ساعة ترسم رئيس البلديه سي الواز، وعدنا على العموم وعدنا قال لنا ان شاء الله رايحين نرسم لكم في هذه البلاصه هذه ونحافظوا عليها والمطالب تاعكم فيها. صبرنا عام، قد عام سكر هذا المارشي، عام شهاده جهود جماعه كامله. مش نتحدث من عند ولا من سيراس، نتحدث من مليان من عند الناس كامله، وربي يحفظهم شاني شاني الناس الكل اللي راها تاجر هنا ناضت. لاخاطش ما كانش عندها سند، سند كان ما كانش. ناس دير في جمعيات وهميه تنهب وتدي وما كاين والو، ما ظهر والو. ما هضرش عليها واحد. علاش زيد في حتى في كاين تقرير في نهار وقلتها، قلت لهم هنا مسعد البرنوس مشهوره به ومدينه بوسعاده. مسعد مشهوره بهده تقاليد ومدينها منا ومنا. احنا محقورين هنا، يدوا من عندنا القله ومن هي يبينوا روح. فهمت؟ هنا القله نحي قلوبها النسوين ينحوا قلوبهم مطلقات والهيه في المسيله وفي بوسعاده وفي الاخر يقولوا هذا برنوصنا وهذه قشبيتنا. فهمت؟ هنا كانت من خدمه الناس اللي كانوا من الواجب هالمسعد واللي داروا جمعياتهم هما اللي يخدموا هذا الشيء، هما اللي شهروا بها، يديروا لها صالون وطني ولا يديروا لها يوم وطني ولا يديروا لها حاجه يشهروا بها ولا معرض وطني كل عام العام برك والو والو. لا حياه لهم تنادي. فهمت؟ قاعده فوضى، الناس تنهب وقاعده الناس البسيطه بعد ما ضربت هذا الناس البسطاء وعادوا يحولوهم لجهه الواد. اي سمع الناس اللي راحوا سمع نوضنا قاعدتي نوضنا كاين الكبار والله ما هضروا. كاين الناس عندها في الجمعيه وقادله واصله للاداره وقادره تخدم حوايج ياسر والله ما نضوا معنا، نضوا الناس البسطاء. وعلاه نضنا؟ نضنا على جال طفل صغير كيما هذا يجيب خشبيه ويجي لازم على الاقل يعود محسوس، يعود محروس من طرف الناس الشعب ونخزروا فيه، تجي عزوج عاثره وتدخل للسوق وتبيع في وسط السوق، ما يشفروهاش في الطريق. طفله هذه اللي نضنا على جال. ونضت انا واحد شخصيا واحد من الناس انا نض ونضوا معايا جماعه بالسند تاعهم. كيف؟ قالوا لي يا بن حسين القدام رانا معاك.